الرحمن الرحيم. نجلس جلسة مريحة، يفضل باستقامة العمود الفقري مع إرخاء كل الجسم. نغمض العيون، نراقب التنفس بالشهيق، الهواء عم نحسه كيف عم بيكون بارد بالزفير، عم يخرج الهواء ساخن. نرخي الجسم أكثر، نشعر بكل خلية من خلايانا عم تتنفس النور. بدل أن نكون محدودي الفكر بتنفس أكسجين الهواء عبر فتحتي الأنف، O2، تعبيرا عن عالم محدود بنظرة حسية من خلال العينين وسمع محدود من خلال الأذنين. نشيح بنظرنا المحدود إلى بصيرة بعين باصرة تنظر اللامحدود، فنرى كل خلية من خلايانا تتنفس النور. مع الشهيق نور يشحن كل الخلايا، مع الزفير استرخاء تام. ناخذ شهيق، نشهق النور الإلهي. زفير، نطرد وهم الأنا والانفصال. منأكد على أن ننجح برؤية النور الإلهي في عالم الضوء. النور الإلهي نعرفه من داخلنا، ولكننا ملتصقين بالجسد، وما تخيله الحواس علينا
فنرى ذوات الآخرين. إن كل حكم أو كلمة بنطق أو بفكر أو بشعور نطلقها باتجاه الآخرين تعبر عنا، فإن كنا بالنور الإلهي سوف لا نرى خلف أي حدث أو شخص إلا نورا ربانيا حاكما على الوجود. عندها ننجح بأن لا يلتصق بنا ظلامية رسوم الأشخاص والصور، فنتعبد لها من حيث لا ندري. ناخذ شهيق، نشهق النور الإلهي بالزفير، نطرد صور الأشخاص، نحن الذين نخلق أقدارنا، فإما نظرة حسية نحكم من خلالها على الأشخاص فنعلق مثل فراشة علقت بشباك عنكبوت، أو ننظر لرسائل الإله المحب الرحيم من خلال خلقه. فلا وجود لإبليس ولا لشيطان، كله من أنفسنا، إنما نطلق عليه حكمة الظلامية أو الطباع الإبليسية، صورة وهمية على جدار الزمن لأننا نظرنا بعين الحس. من أراد الرجوع، من أراد الخلاص، عليه ألا يهتم بشخصيات الناس ولا بمعتقدات ولا بأفكار خارجية. كل همنا جهاد أكبر لتنقية نفوسنا من الداخل، فنتخلص من نظرة الحواس، ونتخلص من خلق عالم محدود، لندخل مع الذين هدى المولى في عوالم لا حدود لها، طبقات فوق طبقات. نحن من نختار، فإما أن نختار الجنة بوعي داخلي فلا ننظر لظلامية النفوس، أو أن نختار النار بأن ننظر لظلامية الآخرين لأننا بظلام. فالنور لا يمكن أن يرى ظلام، والظلام لا يمكن أن يستحمل نور أهل النور.
نحن من نختار؟ هل نختار العبور أم نبقى في عالم نهايته ولادة وموت، ولادة وموت، ولادة وموت، حتى تئن من أجسادنا القبور؟ ناخذ شهيق، عم نشهق النور السماوي بالعالم الواسع، بالزفير عم نطرد الظلامي والجهل وظلمة القبر. نتذكر السيد المسيح عليه السلام ووعيه الشامل وذكرى النور ومصيره في عالم الأبرار، ويهوذا يشي عن سيده ليصلب منه الجسد وهما للناظرين، فالعالم الوهمي لا قيمة له بالنسبة للعالم الحقيقي. وقد استمر يهوذا بتقمصات وادي الدموع، وكنا نحن من نصلب مسيح النور كل يوم عندما نحكم على أي من الناس. لقد حكم يهوذا على سيده المسيح من خلال نفسه القاصر، فاستحق البقاء هنا. وقد قام المسيح بوعيه من بين الأموات. والعنقاء لنفوس أهل التقى قد ولدت من لهيب نيران رماد الجهل، نتذكر سقراط الحكيم الذي ارتقى بمعرفته لعلم عالم عليم، وقد سمم بحكم أهل الظلام. هم نظروا بعين الحس واستحقوا ولادات عديدة في أسر الزمن، وبقيت المعرفة الأبدية بنفس سقراط عنه لا تغيب.
وهكذا قتلوا شمس تبريز وقطعوا الحلاج وافتعلوا مأساة الحسن والحسين، وطالما عذب الرسول من أبناء جلدته وقد أذي من أهل الطائف وحزن على فقد عمه والأحباب، ليجمع قواه فيسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هنا في عقل القلب يعرج بسماوات العرفان لمن يعي رمزية الكلام. فكل إنسان رسالة، من نحن لنحكم أو نقيم؟ من نحن إلا حشرات بشرية نظرت بعيون حسية فلم ترى إلا أثرا لخطين وقد تركت فضاءات لا نهائية الاحتمالات. من هنا نأخذ شهيق لنعقد العزم على أن نسير في هذه الحياة فلا نرى خلف أي شخص إلا جمال الروح، إلا نور الواحد الأحد، إلا رسالة من سماء العلي القدير، وإلا فإننا سنسقط بوهم النظرة من خلال الكلام وعيون الحس، فنخسر سلامنا وعالم النور. نعقد العزم على أن لا نفيها بكلمة قطعا بأي مخلوق. نعقد العزم أن نكون رسل سلام، رسل محبة، رسل نور، فلا نرى بأنفسنا إلا السلام والمحبة والنور. من ركز على دائرة القلب سلام ومحبة ونور، من ردد بقلوبنا يا قدوس يا سلام يا رب العالمين يا خالق هذا الوجود يا أحد يا واحد يا نور يا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت، أراك في قلبي واحد، وأعقد العزم على أن أنجح في رؤية إرادتك الواحدة خلف الآحاد.
ناخذ شهيق، منحس بوجودنا المادي من جديد بعد أن تزودنا بماء الحقائق العرفانية وزوادة يقين تقينا شر الضياع بقيعة الفرحين في عالم الوهم والطين. زفير عم نرقي الجسم أكثر مع حركة لأصابع الكفين. شهير ننوي نفتح العيون لمن يريد بعد دقيقة من الآن مع عقيدة أن نرى في داخلنا تجلي النور الإلهي وفي واقعنا تجلي رسائل النور الإلهي عبر الأحداث والأشخاص. نحرك أكثر، نشد شوي الجسم، نشحن الكفين بفركهما مع بعضهما لمن أراد، لمن أن يستطيع الحركة، لمن يستطيع الحركة. نضع الكفين أمام العينين، نرمش العيون داخل الكفين من جديد، نفتح العيون شي بسيط مع فرك الكفين، نضعهم على الأذنين، نغذي مسارات الطاقة بالنور، نبقى بهذا الوعي بهذا النور. في داخلنا نور وفي واقعنا نور، والسلام على أهل النور. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.